السلام عليكم إخوان لباس، تحياتي لكم. راني في المريح، راك تشوفوني في الشاشة من وراها. تحية للناس البوادي، الناس الاخرى اللي كيتفاعلوا معايا في الباج فيسبوك، وكذلك الناس اللي كيتفاعلوا معايا في القناة ديال اليوتيوب. تحية لكم جميع الناس البسطاء. اليوم غنمشيو على داك الدريس اللي كيطلبوني عليه باش نديرو في الباج فيسبوك. أغلبية دابا كان اللي كيتواصلوا معايا مساكن على قد الحال، وكيكونوا غالبا يعني كنقول لك في العروبيات، في البوادي، في خارجين عن المنطقه الحضاريه، يعني الجبال والويديان. المهم ما عشقنا لك الطبيعه ديالكم. وكما كان تسولوني راه ديما غندير لكم فيديو على اي حاجه جمعت عليا منها الاسئله بزاف. اليوم كاين السؤال ديال انك تدخل فريكونس. هاكا كان نقرب لكم هذا الجهاز العجيب عنده. ها هو، وجبت لكم تلفازه كبيره باش تبان مزيان. هاكا اول حاجه، اي ريسيبتور كتلقى فيه الموني ياك، هاو. واي ريسيبتور كتلقى فيه مكتوبه اما اعدادات او التركيب او الانستالاسيون. يعني هنا كتلقى الانستالاسيون، يعني كتلقى فيها اللوغو، كتدخل تما كيطلب لك. لك كان شي ريسيبتور طلب لك الكود، كدير 4 0 هاكا. هنا كتلقى ريغلاج اونتين، كندير اوكي ياك. هنا كتعرف راسك راه في السينيال ديالك اش من قناه مثلا في النايسات ياك. هنا كنمشي ليست دو ترانسبوندور، يعني قائمة الترددات كندخل ليها. فاش كتعطيك قائمة الترددات كتشوف معايا هنا مزيان من تحت، على حساب النوع ديال الريسيبتور كيفاش كتلقاه. هنا كتلقى بالحمر، يعني نورك على الحمراء غن اجوتي فريكونس. هنا بغيت المورك الخضراء على الفريكونس غندير فيه تعديلات، يعني نعود ليه. الا كان مثلا ندخل هنا مثلا ندخل لهاد الفريكونس المورك على الخضراء ودرت هادي هكا، غنبدل فيه شي حاجه مثلا، نقدر فيرتيكال هوريزونتال ولا هكا. اما هنا الصفراء يعني تسيبريمي، اما لو ركتي على الزرقاء هو الزرقاء شنو هي بالاياج او روشيرش بالاياج. فاش كتورك على الزرقاء وكدير هذه فيرمي، هنا في هنا او ماكش، هنا كدير كلير، ولا انا نفس القنوات في مثلا كتي في نايسات كدير هنا غير يعني المجانيه، يعني قنوات اللي بلا فلوس. ومن بعد كدير اوكي، هو كيعاود يدير بحث راسو. اما كيما كتقول لي مثلا كنتي مصايب قنوات وبغيتي تزيد واحد فريكونس مثلا، هذاك فريكونس حافظ ليه مثلا انا عدي مثلا ديال ام بي سي 11554 على ما ظنيت. واش هو ولا ماشي هو؟ كنورك على الحمراء ياك، هنا كيقول لي اجوتي. هنا كنقول واش من 11550 ياك. هنا كندير اوكي، هنا كندير 27 في النايسات كدير 27000 27500 هذاك علقاو فيرتيكال كنديرو اوكي، علقاو عندنا كنديرو اوكي. هنا كنبغيو نديرو لي البحث كنديروه غير مانيال كنديرو اوكي. شتي هاهما الام بي سي، فهمتي الطريقة كيفاش كندير؟ سهلة باش كتاجوتي كل فريكونس بوحدو. بحال دابا انا قبيلة اش درت؟ درت البحث على الفريكونس ديال دوزام اللي هو هذا فيه. من بعد درت بحث على القنوات المغربية ديال الباقة المغربية اللي فيها رياضي وهادي، ومن بعد درت البحث على الام بي سيات. هذه هي الطريقة اللي بغيتي تكلاسي القنوات، دير البحث مانيال
كل فريكونس بوحدو، مثلا فريكونس مغاربه وحدهم كتبعوا الفريكونس ديال ام بي سيات، كتبعوا الفريكونس ديال مثلا ديال الاخبار ولا الفريكونس اللي بغيتي، هما كيتمو غاديين متفقين. هذا هو الدرج اليوم كيفاش كتاجوتي لي فريكونس. نعاودوها من الاول، يعني يمكن نطول عليكم الفيديو شويه، ولكن هانت مثلا كتمشي هنا كدير 400 في الانستالاسيون، ياك هنا كتمشي ليست ديما كتلقى فين كتدخل ديك الانستالاسيون، كتلقى ريغلاج اونتين، ليست دو ساتيليت، ليست دو ترانسبوندور. هاد ليست دو ترانسبوندور هي قائمه الترددات، كتدخل ليها كتلقى دوك لي فريكونس. من هنا كتبع، المهم ديما تبع اللوينات اللي كيكونوا لتحت شنو كيعطيوك. يا اجوتي كتورك على الحمراء هنا، كدير اجوتي شتيها، هنا كتزيد الفريكونس لي باغي، فهمتي؟ بغيتي تمسح شي فريكونس كتورك على الصفرة، بغيتي تريكل شي فريكونس كتورك على الخضرة. هذا هو مكان ما بالنسبة ل غنشوفو داك ديال القنوات ديال المغرب ال اتش دي، نشوفو ندخلوها دابا وقيلا 11559 على ما ظنيت، 27500 فيرتيكال هاك، ونشوفو شنيت هو، معرفو. المهم نقلبو على الفريكونس شنو هو بعدا ديال ام بي سيات. المهم عندي فريكونس غير ما عقلتش عليه. المهم هاد الطريقه باش كديروا اجوتي لي تردد او كي اضافه تردد على القمر او على هذا، كما شتي ما تنساش حتى بدعم القناه. وتحياتي الاخوان، واحد القضيه غنزيدها في الاخر الفيديو، واحد الاخوان كيقول لك ما كيبغيش لينا التردد مثلا ديال المغاربه، كتكون شاد مثلا دوزان، ياك انا نعطيكم هاد العمليه هنا مباشره كاع، راك البارابول كيبان ياك، انا غنشد ليكم مثلا دوزان زين، تركون زيادة مجد عن زيت شوية هنا غنرجع للمغاربة. رجع لدوزان هكذاك. دابا هنا أغلبية كيقول لك علاش مثلا شاد دوزام كتلقى شاد مثلا قنوات اخرين، فهمتي؟ كتلقى شاد قنوات اخرين من غير دوزام هذا. وكاين كيجي للمغرب ولا الام بي سيات ما كيبقاوش شادين ليه، علاش؟ كيكون شادين بزاف قنوات ماشي غير دوزام مثلا، كاع القنوات كيكونوا شادين شتيهم. ولكن دوزام بالاخص الباقه ديال المغرب الاتش دي والباقه ديال الام بي سيات. واحد القضيه نوريها لك لا طحتي في هذا المشكل، شنو هو لا طحتي في هذا المشكل؟ ها شوف، انا غنشدها، غنشد ديك القناه اللي ما بغاتش تشد لينا مثلا ديال الرياضيه، شوف معايا مزيان، انا ما غنتلفش التلفازه، ها انت ديما نشد لك السينيال وما بغاش تشد لك الباقه، ها انت 5 سنتيم 5 مليمتر شتيها، خمسة انا هذاك الشيء عندنا حنا في يدنا، خمسة يعني نص سنتيم باش نغز التبصيل كيتشدوا. هذا هو اللي كيطيح فيه الناس الاخوان، كيكون شاد مثلا دوزان بزاف قنوات، ولكن المغرب والام بي سيات كتنغز كما كنقولوا التبصيل. جيت الغرب 5 سنتيمات، هذوك ماشي 5 سنتيمات، اش كيقول لهم دوك 5 سنتيم 5 سنتيم 5، لا ماشي 5، شحال كيقولوا نص سنتيم يعني 5، هذوك السريطات اش كتقولوا لهم حنا كاع 5 سنتيم 2 3 4 5، 5 سنتيمات. هذا ما كان اخوان، تحياتي لكم.